الأهلي يعود لتدريباته استعدادا للنجم الساحلي بعد راحة 24 ساعة حصل عليها اللاعبين. الأهلي يعدل عقد عمرو وردة بعد قيده في القائمة المحلية بدلا من رامي ربيعة. النجم الساحلي يصل القاهرة استعدادا لملاقاة الأهلي في الكونفدرالية. الأهلي يرسل بطاقة رامي ربيعة للشبونة ويحصل على 250 ألف يورو خلال أيام. إصابة وليد سليمان بكدمة في الكاحل والطبيب الأهلي يؤكد لحاقه بمباراة النجم الساحلي. الزمالك يستعجل تأشيرات السفر للنمسا لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد. الزمالك يفوز بثلاثية نظيفة على بهتيم استعدادا للهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا. إبراهيم حسن يتدخل لإنهاء أزمة أحمد عيد عبد المالك مع الزمالك بشأن المستحقات. انتهاء تطوير ملاعب الناشئين في الزمالك. ثروت سويلم يؤكد أن اتحاد الكرة سيجتمع خلال أيام مع الداخلية للاتفاق على تأمين الدوري. مراقب حسابات اتحاد الكرة يطالب بزيادة راتبه لعشرين ألف جنيها شهريا. الصحف الإسرائيلية تبرز رفض تريكا المشاركة في مباراة السلام. أحمد فتحي يشارك في تدريبات أم صلال القطري والتوقيع الرسمي خلال ساعات. إنبي يختبر مدافع هارتس أوف أوك الغاني بعد فسخ عقد البوركيني كوليبالي. غزل المحلة يتعاقد مع الكاميروني كريستيان أبوغو مهاجم سيون السويسري. مجلس إدارة المصري يشكل وفدا لزيارة مشروع قناة السويس الجديدة الخميس المقبل. ريال مدريد يواجه أتلتيكو مدريد الليلة في السوبر الإسباني بملعب سانتياغو برنابيو. سواريز يظهر بقميص برشلونة لأول مرة في ودية ليون المكسيكي بكأس جوهان جامبر والتي فاز فيها البارسا بستة أهداف نظيفة. شالكا يودع كأس ألمانيا من الدور الأول أمام فريق درجة ثالثة. تشيلسي يفوز على بيرنلي 3-1 في أولى مباريات البلوز بالبريمير ليج في غياب محمد صلاح. أحمد حجازي يشارك في فوز فيرنتينا الودي أمام أريزو بخماسية نظيفة. أحمد حمودي يظهر بقميص بازل لأول مرة في مباراة الأساطير. تونس تحقق أول ميدالية عربية بأولمبياد نانجينغ عن طريق نهى لاندلوس حيث فازت ببرونزية الأثقال. ثنائي التجديف حسين علي وحسام محمد يحتلان المركز الخامس في أولمبياد نانجينغ. ألاء سعد تخسر من التشيكية كريستينا ستيموكوف في تنس الطاولة وتودع دورة نانجينغ. منتخب السلة يعود للقاهرة بعد حصد برونزية ويليام جونز بتايوان. تقارير مغربية تلمح لإمكانية تأجيل بطولة أمم إفريقيا 2015 بسبب مرض الإيبولا. حسن شحاتة يقرر استبعاد الغيني سوما من قائمة الدفاع الجديد. الهلال السوداني يهدد بتصعيد قضية فيتا كلاب للفيفا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. مش هطول عليكم، خلينا نروح تاني لاتحاد الكوره نشوف المهندس محمود طاهر قال ايه للزميل ماجد غرابه. بعتذر الحوار كان اطول من كده شويه لكن بسبب عطل يعني لداء الذكر دلوقتي بكل اسف، مع انه كان اتكلم كلام مهم جدا مع زميلنا ماجد غراب. هيجي لنا ماجد على التليفون يقول لنا ملخص ما قاله له الاستاذ او المهندس محمود طاهر، وايضا كلام الرئيس مرتضى بعد ما تم تجديد الثقه فيه بالتزكيه رئيسا للجنه الانديه. تم الاتفاق على كيفيه تكوين هذه اللجنه وتحويلها الى رابطه انديه محترفه، هو ده اساس الموضوع. ازاي نحول هذه اللجنه الى رابطه ويكون ليها صلاحيات، وتم انتخاب الانديه الاعضاء فيها ورئيس اللجنه. ما قاله الاستاذ جمال علام ان تم الصلح بين حضرتك وبين المستشار مرتضى منصور؟ برضو يا جماعه ما كانش فيه خلاف عشان يبقى فيه صلح، انا من ناحيتي لم يكن عندي خلاف. قد يكون هناك مشكله في حته تانية انا ما اعرفش عنها حاجه. ليس هناك صلح، العلاقه بين الاهلي والزمالك اقوى بكتير قوي، والعلاقه اللي بيعملها النادي الاهلي ونادي الزمالك عشان صالح الكره المصريه تتجاوز الاشخاص. اللواء مجدي اللوزي اكد ان حضرتك كان ليك اقتراح ان ولا الاهلي ولا الزمالك يكونوا رؤساء للجنه الانديه، كان فكر حضرتك ايه في ده؟ كان فكري انه الانديه الثانيه تشتغل وكل عضو في هذه اللجنه يشتغل، هو ده المهم، هو ده المحك. اللجنه دي ليس لها قيمه من غير ما تؤدي الى نتائج. اللجنه دي بقى لها 3 سنين ما قدمتش نتائج للانديه.
عايزين نشوف نتائج السنه دي. الاهلي دايما ليه قيمه وقامه ورئيسه بيحظى باحترام كل انديه مصر. انا اعلم جيدا ان كل الانديه كان عندها رغبه ان المهندس محمود طاهر يكون رئيس لجنه الانديه، ليه حضرتك رفضت؟ لا انا كان لي وجهه نظر في هذا الموضوع والنادي كان لي وجهه نظر في هذا الموضوع انه رئيس نادي لا يصح ان يكون رئيس لجنه الانديه، انما اذا كان هذا الاتفاق بين الانديه فخلاص ده يحترم والنادي الاهلي بيحترم كل الانديه. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورئيس لجنه الانديه بالتزكيه باتفاق جميع اعضاء لجنه الانديه بمباركتهم بكلامهم. مستشار مرتضى في البدايه نبدا سريع، المهندس محمود طاهر اكد على احترامه الكامل للمستشار مرتضى منصور وقال ان الطبيعي ان الاهلي والزمالك يتعاونا لخدمه صالح الرياضه المصريه في تصريحات خاصه لسي بي سي 2 مع كابتن شوبير. بالظبط يا استاذ محمود طاهر، طبعا ما كانش في خلاف شخصي بيني وبينه، كان خلاف في وجهات النظر بالنسبه للهبوط وعدم الهبوط لو تفتكر، وكان ليه حق في جزئيه بتاعه اللي هي جمال الدعوه تروح للاعضاء اللجنه قبل الاجتماع باسبوع، ده كلام مظبوط. احنا قعدنا اتفقنا على كل شيء، وانا يعني حتى سالته لو تحب ترشح الراجل، وانا خدت الحمد لله بالاجماع بفضل ربنا، وكان في تصويت سري على فكره على كل ال 11، وخرجنا كلنا ايد واحده. انا بحترم النادي الاهلي احترام، وانا كنت فين يوم من الايام عضو جميع عموميه النادي الاهلي، لو النادي الاهلي ده مش نادي كبير ونادي عريق مش هيبقى جميع عضو فيه جميع عموميه، لكن عايز اقوله بدون الاهلي والزمالك مفيش رياضه في مصر. جميل. انا بدعو السيد محمود طاهر ومجلس ادارته يشرفونا في نادي الزمالك، ان شاء الله ما عادش في خلاف اي خلافات، واحنا كلنا حاطين ايدنا في ايدين بعض على فكره في مواجهه هذه العصابه المسلحه اللي مسميه نفسها الالتراس، واللي هي حرقت النادي الاهلي خلي بالك، وحرقت اتحاد الكوره وحرقت الزمالك وضربت. اكثر من سؤال بس يا استاذ مستشار، اول سؤال المهندس محمود طاهر كان اتكلم بصراحه قال تفعيل دور لجنه الانديه، انشاء دوري او رابطه دوري المحترفين للانديه، ده شرط وجود الاهلي في هذه اللجنه، وقال لو ما كانتش في رابطه قال احنا هننسحب من اللجنه. الراجل هو ما اشترطش، احنا عملنا لجنه عشان تحول اللجنه من لجنه الى رابطه، يعني احنا وعملنا لجنه فيها خالد مرتجي، يعني هو بقى لو ما اتعملتش يبقى خالد هو المسؤول، وفيها عمرو عبد الحق، وفيها محمد بيه عبد السلام المقصه، وفيها وليد بيه مستشار وليد الاسماعيلي، واخد بالك؟ لتطوير اللجنه من لجنه لرابطه ان شاء الله. اكيد عرضت على المهندس محمود طاهر ما يحدث من تجاوزات بالنسبه للوايت نايتس والالتراس، كان رده ايه؟ اللجنه كلها، اللجنه كلها متضامنه معانا وعاملين اجتماع الاسبوع الجاي ان شاء الله، لان في دعوه ترفع بكره بحظر نشاط هذه العصابه الاجراميه، حظر كده، حظر نشاط هذه العصابه الاجراميه، لان مفيش مشجع بيضرب نار، مفيش مشجع. طب انا عايز اقول لك حاجه، هو حرق اتحاد الكوره ليه؟ طب انا زعلان مني انا رئيس نادي الزمالك، طب هو ضربني برصاص ليه؟ يعني مش فاهم، مش هتلاقي عم عملها اصلا. لا يعني ليه؟ طب هو اقتحم نادي الزمالك وضرب خد منهراوي انت عرفت سرق كاميرته ليه؟ ده بلطجي وحرامي في نفس الوقت، فاحنا عقابه القانون بالظبط كده. اولا اتقبض على 11 امبارح، ال 11 اعترفوا، اتقبض على العربيات اللي كان بيقول لك دي تمثيليه، اتمسك السلاح اللي ضربوني بيه، واخد بالك؟ وانا متصدي وبقول لكل اعلامي محترم بيحب ولده اقف دي معركه ضد الارهاب. الاهلي قال لك ايه؟ محمود طاهر قال لك معانا بالنسبه لموضوع الالترا. كل الانديه كل الانديه. طيب. اخيرا المهندس شريف حبيب سجلنا معاه كعادتنا، احنا ما بنسيبش ولا صغيره ولا كبيره، والراجل اكد احترامه الكامل لحضرتك واكد ان هو لم يدلي باي تصريحات تسيء لحضرتك، وعنده يعني استعداد تام للصلح، والصلح خير. معانا مع كابتن شوبير على شاشه سي بي سي 2. لا ما احنا اتفقنا ان في قعده ان شاء الله سيد ماجد نجاتي رئيس نادي انبي. ماجد نجاتي رئيس نادي انبي. انا مالي مال ماجد غراب؟ بقول لك اللي حصل. ماجد نجاتي، ما في ماجد سامي وماجد غراب وماجد نجاتي، تمام. نحن عزمنا على الغداء والعشاء، انا مسافر ان شاء الله بكره مراسي، وهرجع باذن الله يوم اثنين او ثلاث. اول ما ارجع راح اجيب ولادي من هناك، اول ما ارجع اسرتي يعني، اول ما ارجع ان شاء الله نحدد ميعاد، غالبا يبقى الخميس كلنا هنقعد ونتعشى وعاملين لنا خرفان، وان شاء الله كل شيء هيتحل ان شاء الله. يعني العشاء هينهي الامور؟ الخرفان. طيب، كان نفسي الحقيقه لقاء المهندس محمود طاهر بالكامل اتذاع، لكنه للاسف الشديد عيب فني هو اللي تسبب. الراجل اتكلم الحقيقه وفتح قلبه مع زميلنا ماجد غراب، عشان كده بس القطعه كانت بالشكل ده عشان الناس ما تتصورش انه حاجه من المونتاج او كده. للاسف هو للاسف عيب في البطاريه بكل اسف يعني. فانا لكن الحقيقه الراجل مشكور ان اختصنا بكلام عن الرابطه، عن نادي الاهلي، عن اعتذاره انه يتولى رئاسه الرابطه لان لهم وجهه نظر. واعتقد مهندس محمود طاهر مش هيحضر تاني، لانه خلاص في خالد مرتجي دلوقتي موجود مندوبا عن النادي الاهلي داخل لجنه الانديه. لكن يبقى السؤال، ما هي صلاحيات هذه اللجنه؟
ده سؤال مهم جدا، ايه اللي هتقوم بيه اللجنة دي في الفترة القادمة؟ ده انه البث خلاص بقى مع الاندية، انه لجنة مسابقات عامر حسين رئيسا للجنة المسابقات، ما اعتقدش في حاجة. اتمنى انه كمان معاه اللي هو مجدي اللوزي من الشخصيات المحترمة. على فكرة نختلف نتفق لكن احترامنا للبعض للكل موجود، يعني للشؤون الإدارية، واللي هو محمد عبد السلام نائب الرئيس للشؤون المالية. وبالتالي أتمنى كده يبقى فيه فكر عشان نقدر نعمل حاجة محترمة الفترة اللي جاية. معنا زميلنا ماجد غراب يقول لنا أيضا تفاصيل حواره مع المهندس محمود طاهر غير اللي اتزعق. مساء الخير يا ماجد. النور كابتن شوير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي سي بي سي 2 في كل مكان. قول لنا التفاصيل والكواليس سريعا كده يا ماجد، في نقاط ابرز لنا في نقاط. في نقاط الحقيقه انا كنت اتكلمت مع المهندس محمود طاهر على بعض النقاط، ابرزها الصلح اللي حصل ما بينه وما بين مستشار مصطفى منصور. قال له اصلا ما كانش في شيء. قلت له كمان على الكلام الايجابي اللي قاله المستشار مصطفى منصور في حقه، وان هو بيكن احترام ليه وللنادي الاهلي، وقال ان ده الكلام ده بياكد ان الاهلي والزمالك المرحلة القادمة بيتعاونا في خدمة الصالح العام وفي خدمة الكرة المصرية. سألته كمان على وجهة نظره في اختيارات لجنة الأندية، والبعض تردد ان المستشار مصطفى منصور يعني كان عرض عليه او الأندية كلها عرضت عليه ان هو يتولى رئاسة لجنة الأندية. هو أكد فعلا ان هو عرض عليه رئاسة لجنة الأندية، لكن هو كان ليه وجهة نظر ان رئيس لجنه الانديه ما يكونش ولا من الاهلي ولا من الزمالك، لكن باقي الانديه كانت ليها وجهه نظر اخرى، ان هم حابين ان الاهلي او الزمالك هو اللي يكون في مشهد الصداره وفي رئاسه الانديه عشان يكون في ثقل لهذا الامر. لكن اكد لي بما لا يدع للشك ان هو بيبارك هذا الاختيار ومع اختيارات لجنه الانديه، لكن قال ان المرحله القادمه الهدف من اختيار لجنه الانديه هو اشهار رابطه الأندية المحترفة، وإن لجنة الأندية أما تتحول لرابطة الأندية المحترفة يكون لها قرارات وتفعل، وإن النادي الأهلي هيكون موجود فقط إذا كان للجنة الأندية دور، لكن لو هذا الأمر لم يحدث وإذا لم يتم إظهار دورة رابطة المحترفة، هو النادي الأهلي قال في كلام مثل الأرض إن هو الأهلي سينسحب الرابطة. وقال كمان إن هو بيدعم كل ما يحتاجه الأندية ودور الأندية الفترة القادمة. وسألته عن هل حصل صلح ما بين مصطفى منصور والمهندس شريف حبيب، قال ان العلاقة الطيبة بتجمع. بالمناسبة يا ماجد، هو المقاولين ليه ما اختارش في عضوية اللجنة؟ يعني اللجنة 11 نادي، اهلي اسماعيلي زمالك الرئيس، وبعدين الاهلي والاسماعيلي والاتحاد وانبي وسموحة والمقصة والشرطة وطلاع الجيش والجونة والنصر، اللي هو محمد عبد السلام نائبا للرئيس للشؤون الماليه، واللي هو مجدي اللوزي نائبا للرئيس للشؤون الاداريه. اين المقاولون العرب؟ بص يا كابتن شوبير، انا عاوز اقول لك بعض الحاجات اللي انا شفتها بعينيا، لان كان في كواليس كتير في الفيلم. قلت لي اقول حاجات في نقاط مقتضبه. يعني المشهد بدا من الساعه 2، كان موجود النادي الاهلي هو طاهر، وكان موجود معاه المهندس شريف حبيب المقاولين العرب، وكان موجود المهندس الاستاذ ماجد تاني رئيس نادي وادي دجله. كان ثلاثه موجودين، واول ما دخلوا قعدوا مع في مكتب الكابتن عزم مجاهد، وكان المشهد بيقول ان في قرعه وفي اتفاقات معينه حصلت بين هذا الثلاثي، وكلام قيل انا لم اتاكد من صحته، لكن قيل ان في اجتماع بينهم كان في النادي الاهلي، وكان موجود كمان المهندس محمود الشامي بعيد، وقرر ان لم اتاكد المعلومه لكنها معلومه قيلت في اتحاد الكره، وان كانوا جايين ليهم رؤيه معينه. لكن تم الاختيار بعيد عن كل هؤلاء. الاستاذ ماجد تاني انا شفته بعد انتهاء هذا الاجتماع خارج من اتحاد الكره، لم يدلي باي تصريحات، فانا مش هقول حاجه عنه، لكن اللي اقدر اقول ان استشعرت من وجه الاستاذ ماجد تاني عدم الرضا عما توصلت اليه لجنه الاهلي من قرارات، رغم ان انا سالت المهندس محمود طاهر سؤال صريح ان اختيار مصطفى منصور بممارسه كل الانديه، اكد ان هو بممارسه كل الانديه، واكثر من مسؤول زي اللي هو مجدي قال برضو اني بمباركه الجميع، لاني كمان كان عرض الامر على المهندس محمود طاهر، وده ما رضيت على حضرتك، هو كان ليه وجهه نظر في هذا الامر، وكان يفضل ان الرئيس يكون بعيد عن الاهلي او الزمالك. اشكرك يا ماجد، شكرا جزيلا. وبعد شويه هيكون معايا دكتور عمرو عبد الحق تليفونيا برضو يقول لي ماذا دار داخل اللجنه، لانه ده امر مهم جدا. يعني انا عايز اخد لكم بس شويه اخبار سريعه، معرفش عندكم اللقطه بتاعت الرمايه ولا مش موجوده عندكم؟ طيب، لانه دي لقطه مهمه، لقطه حزينه، لكن عشان نعرف في النهايه انه الهزار له حدود ايا كان، له حدود بجد. موقف صعب جدا وغريب، ما
هعرضه لكم خلال دقائق يعني. بس انا عشان عايز ابدا معاكم في موضوع الرئيسي هو موضوع الامن الرياضي، الامن في الملاعب. والامن ما بتكلمش على امن مباريات كره القدم بس، بتكلم على الامن بصفه عامه. وهنعمل مقارنات زي ما قلت لكم بين الامن في مصر والامن في الخارج، والامن المحترف والامن العادي. عايز اقول لكم انه انا بس مش عايز ادخل في الموضوع عشان الاول اخش في الكاراتيه، لانه ده امر مهم جدا موضوع الكاراتيه. واولادنا كانت بعثه منتخبنا الوطني للكاراتيه، خدوا بطوله افريقيا، خدوا 15 ميداليه متنوعه. البطوله كانت في السنغال، 12 ذهب واثنين فضه وبرونزيه. وهم راجعين البعثه تضم السيد ايمن عبد الحميد رئيس اتحاد مصر للكاراتيه، سيد نصر عضو الاتحاد ونائب رئيس المنطقه الخامسه تم انتخابه على هامش البطوله، اللاعبين محمد جمال عثمان، مجدي ممدوح حنفي، محمد عبد الرحمن محمد، محمد السيد الكتبي، اسامه عبد العزيز، هاني شاكر قشطه، احمد سعيد شحاته، احمد اشرف شوقي، محمد حمدي عبد الفتاح، احمد محمد السويفي، واحمد اشرف من الشباب. من الانسات اريك سعيد يوسف، ياسمين حمدي بيومي، جايانا محمد فاروق، فاطمه الزهراء، شيماء محمد، ابو اليزيد، مي جمال الدين، فهيم رندا، عاطف ابراهيم، شيماء محمد رشدي، وساره عاصم. ايه اللي حصل ونطمن على بعثتنا اكتر؟ معانا الكابتن مصطفى بكري عضو مجلس اداره، مصطفى فكري عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للكاراتيه. مساء الخير يا كابتن مصطفى. مساء الخير يا كابتن شهير، وكيف على حضرتك؟ لا ازاي، دول اخواتنا واولادنا. وطمنا بقى اكتر يا كابتن مصطفى. هم البعثة امبارح بس كانت الطيارة طالعة بيهم من السنغال، وحصل مشكلة في الطيارة، فالطيار مشكورا يعني انقذ الموقف ونزل في مالي. بعد ما نزل خدوهم تقريبا من حاليا متجهين الى اديس ابابا، بعد كده يجي على مصر ان شاء الله. يعني هم دلوقتي في اديس ابابا الحمد لله. هم حاليا راكبين الطياره ورايحين اديس ابابا. يعني تحركوا بالفعل من مالي الى اديس ابابا. ان شاء الله. اديس ابابا ما فيش فيها مشكله انها ترانزيت في افريقيا، فتلاقي طيارات كتيره يعني. طبيعي. طيب حضرتك اتكلمت مع اعضاء البعثه وطمنوك انه الحمد لله الهبوط تمام؟ نعم، حضرتك فاد. وما فيش اي مشاكل في اي حاجه، هم زي الفل. هو بس يعني يعني بيشكروا الشعب المصري على الكلام ديهم. هم عملوا انجاز عظيم يعني، زي ما دايما بيعودونا ان هم حصدوا المركز الاول في بطوله افريقيا. نعم. جابوا 12 ميداليه ذهب، 2 فضه، واحده برونز. السنغال جاب بعدهم بواحده ذهب، وجنوب افريقيا برضه بعدهم بواحده ذهب. يعني النتائج مصر الحمد لله مشرفه، زي ما رفعوا راس مصر والمصريين كلها في بطوله العالم، وجابوا اول عالم على 102 دوله. هل في لعيبه مشاركه في اولمبياد الشباب يا فندم؟ احنا الكاراتيه حاليا لسه داخله اولمبياد الجاي ده، على اساس هي خدوا قرار يدخلوا الاتحاد الاوروبي الاول عن طريق اوروبا، بعد كده هتخش بقيه الدول يعني. انا بشكرك وبتمنى لكم التوفيق، والحمد لله على سلامه البعثه، ومبروك الانجاز يا كابتن مصطفى. شكرا جزيلا ليك، وطمنا على بعثتنا وعلى اخواتنا وعلى ابنائنا هناك. مش عارف برضو قولوا لي الفيديو جاهز ولا لا، يعني دايما كده معايا. طيب انا بكلم نفسي الحمد لله ما حدش بيرد عليا خالص. اتكلم بقى في موضوع الامن الرياضي. القصه ببساطه شديده، عايزين نعرف احنا عندنا امن رياضي ولا لا. نعم. طيب معاك باقي اللقاء المهندس محمود طاهر. طب يلا، برافو عليك، يلا عظيم، اتفضل. الاهلي دايما ليه قيمه وقامه، ورئيسه بيحظى باحترام كل انديه مصر. انا اعلم جيدا ان كل الانديه كان عندها رغبه ان المهندس محمود طاهر يكون رئيس لجنه الانديه، ليه حضرتك رفضت؟ لا، انا كان لي وجهه نظر في هذا الموضوع، والنادي كان لي وجهه نظر في هذا الموضوع، انه رئيس نادي لا يصح ان يكون رئيس لجنه الانديه، انما اذا كان هذا الاتفاق بين الانديه فخلاص ده يحترم، والنادي الاهلي بيحترم كل الانديه. كنا نتمنى ان يكون رئيس اللجنه دي نادي غير الاهلي والزمالك. تم الاتفاق، ما حدش رشح نفسه للمستشار المطلق، فخلاص يعني ده الموضوع ببساطه يعني. نقطه مهمه وواضحه جدا.
مش مهم مين رئيس اللجنه، مش مهم مين اعضاء اللجنه، المهم بيعملوا ايه، اللجنه دي بتعمل ايه، وماذا ستقدم للكره المصريه، وماذا ستقدم للجنه. بحنكتك وخبرتك كان يقال ان في خلاف بين المستشار مجدي منصور والمهندس الشريف حبيب، لم تدخلت لانهاء هذا الامر الجمهور لم يتدخل احد، والمهندس الشريف حبيب رجل له كل الاحترام وكل التقدير، ورجل له باع في الرياضه المصريه، ونادي المقاولين له باع في الرياضه المصريه، كلنا لازم نجتمع على ما هي مصلحة الأندية في الرياضة المصرية، ولا بد من تقييم الدوري المصري حتى نحصل على عائد معقول ومحترم يليق بالأندية ويبعد عنه شبح الفلوس. طب انت حضرتك فتحت موضوع، هل ولسه في أربع أندية ما بعتش، والأهلي يعني في تفكيره إيه في مسألة تسويق الدوري الموسم القادم؟ أنا معتقد، ما زلت معتقد إن موضوع البث الفضائي سيكون فيه محاورات وسيكون فيه مفاوضات وسيكون فيه مفاجآت. اعتقد ان دور لجنه الانديه بقى ان هي تحصل على اكبر عائد للانديه مقابل البث الفضائي. طب نقدر نقول الان اخر حاجه، نقدر نقول هل الاهلي والزمالك الان يتعاونا في خدمه الصالح العام للكره المصريه؟ ان ضربوه بنفول المليان طول عمر الاهلي والزمالك بيتعاونوا، مش النهارده بس، طول عمر الاهلي والزمالك بيتعاونوا لخدمه الكره. طب الامانه الاعلاميه تقتضي ان المستشار مرتضى منصور قبل حضوره، انا سجلت معاه وقال كلام كله ايجابي في شخص النادي الاهلي، وفي شخص حضرتك ككيان كبير وحضرتك شخصيه رياضيه محترمه، واكد مرارا وتكرارا انه لا يوجد اي مشاكل بينه وبين النادي الاهلي تعليقا على كلام المستشار مرتضى منصور. ده الوضع الطبيعي وده الكلام الطبيعي اللي لازم يتقال، ما فيش اي مشاكل فعلا، هو فين المشاكل؟ لغه المشاكل راحت لاتحاد الكوره، لاني انا كلمت مع عضو من اعضاء مجلس الاداره، لكن اسمح لي مش اقول اسمه، قال اني لجنه الانديه ما ينفعش ان هي يكون ليها اختصاصات، لان ده يخالف اللوائح والقوانين، تحديدا اللي قال الكلام ده المصداقيتي المهندس او الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد. لو لم يكن لهذه اللجنه اختصاصات سينسحب منها النادي الاهلي. يعني اذا النادي الاهلي اذا تفعيل دور لجنه الانديه، الانديه هي اللي تدير هذه اللجنه، هي رابطة الأندية المحترفة التي ستتحول إلى لجنة رابطة الأندية المحترفة. إذا لم يحدث ذلك فالأهلي لن يكون موجود. احنا متفقين من قبل الجمعية العمومية غير عادية للاتحاد القادم. بشكر زميلنا المصور حسين محسن، لأنه الحقيقة هو ده صوت المايك بتاع الكاميرا، فشاكر جدا ليه، وشاكر لماجد غراب، وشاكر مهندس محمود طاهر، ومهم جدا الكلام اللي اتقال ده. بصوا حضراتكم، يا اما لجنه يا اما مفيش لجنه، واللجنه حتى الان هي لجنه شرفيه. جميل، يا اما تعملوا لجنه بجد محترفه ويبقى لها دور، وده كان القصد من انشاء هذه اللجنه، يا اما ملوش لازمه. وبالتالي بس طبعا الفتره دي مش هيبقى لها دور، لان انت بقى مستني بقى قانون رياضه ومستني، وهتفضل شويه غير نمره اتنين. كمان احنا عندنا ازمه في اللجنه، انه لو اللجنة دي كان لها دور السنة اللي فاتت كانت الكرة في مصر باظت، ما حدش يزعل مني يعني. اللي كانوا عايزين يعملوا الدوري 26 نادي ده كان نوع من انواع الخروج عن النص تماما، يعني ما كانش ينفع تقولي 13 و13 و15 و15 و16 و16، ده امر غير مقبول. انت بتحاول تنزل بعدد الانديه الى 18 نادي، فبالتالي انت ما بين نارين، تعمل اختصاصات يوم جاي طلع لك قرار زي ده تقول انت ما انت اللي قلت فعل الدور اللجنه، فعلنا دور اللجنه، ضغطوا شويه بقى مفيش هبوط، ضغطوا شويه بقى دوري الدرجه الثانيه مش عارف ايه، ضغطوا شويه بقى ايه، ده مش مظبوط. فبالتالي لازم يتم البحث بشكل جيد، ويتم وضع اسس ولوائح محترمه، حتى خطه عمل للجنه نفسها انها تقدر تعمل ايه، تخلي ايه، تسوي ايه. لكنه انا ممكن الصبح اللجنه يقول لك انا 40 نادي، وارد جدا، هعمل الدوري 40 نادي، كله اربع محافظات يبقى فيها خمس انديه تمشي بالشكل ده. ان اللجنه كلها صلاحيات ده مهم جدا جدا، لكن كيفيه استخدام اللجنه لصلاحياتها هذا هو الاهم. اللي بيهمنا او اللي بنتمناه انه يعني شهر العسل يدوم طويلا، يعني ما بين رئيس الناديين سواء الاهلي او الزمالك او كل الانديه. عندي لقطه دمها تقيل شويه، بس الهزار ليه حدود. لعيب رمايه عنده 16 سنة، اسمه جيم شتشجي، مدربه روسي اسمه كيسيليف. اللاعب بيهزر مع المدرب بتاعه رماية، يعني نشانه ما بيخيبش يعني. بص بيهزر معاه، هنشوفها تاني. بص حضراتكم برضو دي الكاميرات اللي جوه، اللي في الصلاة، وكل حاجة بالكاميرات، كل حاجة ما فيش حاجة من غير كاميرا، كل حاجة متراقبة متصورة،
فأي لقطة حضرتك ممكن تجيبها. ادي المدرب وادي اللعيب. المدرب قاعد، مدرب شاب، اللعيب بيهزر معاه، بيبص كده عليه، طلعت طلقة. بص الولد يعني رد فعله، الطلقة رشقت فيه، مات في الحال. اهو بص حضراتكم دي الكاميرات اللي جوه، يدوب ده خد مسدسه وده قاعد في مكانه وهيبدأوا التمرين، عمل كده رشقت مات. الاعادة كذا مرة، القصة كذا مرة، فالامر مفيش هزار في السلاح. ليه اللقطة دي كمان موجودة؟ على انه لازم يكون في حدود في العلاقة بين المدرب واللاعب. نمرة اتنين، مش اي هزار، والسلاح ده ما يتهزرش بيه ابدا وما يتلعبش بيه ابدا، مهما كانت مهارتك ومهما كانت امكانياتك. حتى عندنا الولاد اللي بيلعبوا بالعربيات ويعملوا كده، مهما كانت مهارتك هتأدي على حياتك انت او على حياة الناس اللي في الشارع. تلاتة بقى، انها هتخدم الموضوع اللي انا بقوله لحضراتكم عليه. وانا كل يوم كده ربنا يسر الحال كده نقدر ناخد لكم موضوع نبدأ بيه ونفتح التليفونات مع حضراتكم من بدري. الامن الرياضي. الامن الرياضي اصبح علم ودراسة، وله الحقيقة اماكن دلوقتي، اكاديميات، اكاديمية الامن الرياضي. وانا رحت في قطر زرت الاكاديمية دي اكثر من مرة، وعندهم الحقيقة اكاديمية ممتازة وبيشتغلوا بيها في العالم كله. وكنا هنعمل مؤتمر هنا في مصر، الاولى كانت الفوضى والمظاهرات والقرف ده، وبعد ما تحدد ورتبنا وعملنا كل حاجة، لكنه للأسف الشديد باظت. الأمن الرياضي يعتمد على كذا حاجة. أول حاجة المراقبة. ما هو أنت عشان تعمل أمن لازم يبقى فيه رقابة. هل المراقبة هي العسكري ولا الغفير؟ دي كانت مراقبة زمان. زمان ما كانش فيه تكنولوجيا. فحتى تلاقي الافلام المصرية القديمة لها مواقف طريفة جدا، واحد الراجل قاعد بالبلطو والجلبية والجرنان، ما بيقولكش انا مخبر ابدا، ما براقبكش يعني. كنا بنضحك في الافلام، هتلاقي في بيتنا رجل، وهتلاقي في بيتنا رجل، انا بضحك دايما عليها لما اجي اتكلم على في بيتنا رجل، فاقول دايما في بيتنا رجل، ده كان افيه الاشرف عبد الباقي. ففي بيتنا رجل، هتلاقي في لا واخطر الحب، هتلاقي كل الافلام كده. فالمراقبة زمان كانت الجرنان، وتمسك كده وتفضل تراقب الراجل. تطورت شوية اكتر، بقت مثلا بالموتوسيكل، يعني العربية وراها موتوسيكل. تطورت شوية اكتر، بقت بالنظارة المعظمة. لكن فضلت المراقبة موجودة من شخص لشخص، او واحد بيحرس حد، حد بيحمي حد، حد بيحرس حد. انا الحقيقة لما رحت زرت اللواء مجدي اللوزي في مقر ادارة الرياضة العسكرية، فلقيت الملعب، فقلت يا فندم هل ما انش الاوان ان انت تعمل كاميرات مراقبة؟ قال لي ليه، تعال. خدني جوه جهاز قد كده، قد البتاع ده كده بالظبط، قد اللابتوب كده او اكبر شوية عشان اكون امين، اكبر شوية. قال لي تعال، عايز تشوف ايه؟ قلت له البوابة الخارجية. قال لي حاضر. لقيت البوابة الخارجية والدخول والخروج. هشوف ايه تاني؟ تقول هات لي بقى المدرجات بالكامل. قال لي عيني. جبنا المدرجات حتة حتة. قلت له انا عايز اشوف واحد عامل شغب في مدرجات الدرجة التالتة فوق. قال لي يا سلام. تك عمل لي زوم كده، لقيت الكرسي ده كأن انا قدام حضراتكم كده بشحمي بلحمي، زي ما انا كده بشحمي بلحمي. قلت له ايه ده؟ ده انت كده عامل كنترول. قال لي تعال اتفرج، وراني ملعب الاسكواش، وراني ملعب التنس، وراني ملعب، كل ده موجود عنده بنظام بمنتهى البساطة. واحد قاعد في الكنترول جوه متحكم، يعني مثلا شمروخ يطلع في ثانية، في خلي بال حضراتكم بالظبط بتاخد ثانيتين بالظبط، بتوجه الزرار زي اشعة ليزر كده، تعملها كده تكون موجودة هناك، تكون عارفه بشكله، حتى لو ما عندكش رقم التذكرة ولا رقم الكرسي، لكن عندك هو. واحد ضرب رصاص، واحد ضرب واحد، واحد نط، واحد كسر كرسي. قال لي ما حدش يقدر هنا عندي يعمل شغل. طيب اذا تطورت قصة المراقبة الى الكاميرات،
وبالتالي في كل الدنيا بتلاقي في موضوع كاميرات المراقبة ده امر مهم جدا وامر اساسي، مش عشان ماتشات كورة ما فيش غير عندنا التخلف ده موجود عندنا وفي كام دولة كده زينا وخلاص، تخلف كروي غير كده كله محترم خلاص، لانه دول خلاص مشوا جريوا احنا كنا سابقينهم 100 سنة هما سبقونا 1000 سنة. فبقى بص حضراتكم ده استاد القاهرة دلوقتي، دي كاميرا مراقبة، الكاميرا دي حضراتكم حيزها كبير مش صغير، احنا رحنا صورنا، فالكاميرا دي تجيب لك اي مشكلة موجودة هنا في الطرقة هتلاقي كاميرا وبعدين تلاقي كاميرا تانية بعديها تبقى مغطية كل ده. الكاميرا دي متصلة بجهاز زي اللابتوب اللي قدامي ده بس على اكبر شوية، بيقدر يحدد لك كل ما يحدث، ثم كاميرا تالتة وكاميرا رابعة، فاتحطت الكاميرات داخل الطرقات وايضا عند غرف الملابس، فانت عندك هنا مكان تعرف فيه كل صغيرة وكل كبيرة، مفيش حاجة كده ناقصة عندك خالص خالص خالص، لا من قريب ولا من بعيد. اي لعيب هنا يعمل خطأ ولا حكم ولا حد اقتحم المكان ده يبقى حضرتك بالكاميرا محدده، والكاميرا دي بتعمل لك زوم محدده عارف مين هو تقدر تحاسبه او تحاكمه. يقول لك بقى اصل انا ما لحقتش، اصل انا ما جيتش، اصل انا ما... لا 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 لا، اهو انا حضرتك معاك وراك شايفك. في كل الدنيا الكاميرات دي متوزعه على المدرجات، لها اماكن معينه الاخصائيين هناك بيعرفوا يوزعوها، وحتى لو المدرج ساعته 100,000 تقدر تعمل زوم على واحد على 100,000 تقدر تجيبه بمنتهى السهوله. من هنا قامت بالدور على اكمل وجه هذه الكاميرات. نرجع بعد حادث استاد بورسعيد المشؤوم، كانت النيابة لها طلبات، اربع طلبات، والاربع طلبات دول منهم ثلاثة باختصار هم قصة الامن الرياضي. وانا بتكلم على امن رياضي بتكلم على صلاة مغلقة، على صلاة مفتوحة، على مدرجات كرة قدم، ده مهم قوي. النيابة طلبت انه اولا نشر الكاميرات، اللي انا متأكد منه زي انا متأكد انا بكلم حضراتكم انه عندنا الكاميرات في استاد القاهرة واستادات القوات المسلحة، ده اللي انا متأكد منه، الباقي انا مش متأكد منه ومبحبش التصريحات. نمرة اتنين طلبت تفعيل البوابات الالكترونية، يا رب تكون الصورة موجودة عندنا، بابا الالكترونية يعني واحد بيحترم الطابور وبيمشي في الطابور تذكرته موجودة يدخل يعمل كده زي اي حد من زمان كان يتخيل انت تروح سوبر ماركت في مصر يعمل لك كده 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 كده. ايوة بصوا كده حضراتكو، خلينا مع دي واحدة واحدة يا جماعة، ده في الولايات المتحدة الامريكية، دي البوابة تفتيش، هنا بتوع الالتراسون اللي فتش قول لك امك يا ابني باش امك يا سيدي ابوك يا جدع يا جدع ازاي انت مش عارف انا مين، انت انا بتاع الالتراس انا وايت نايتس انت انا اتفتش الشرطة تفتشني. شوفوا هنا بيتفتش كم مرة، اظن احنا مش احسن بقى من امريكا، وحقوق الانسان والحيوان والحمار والبهيمة والجحش وكل حاجة، وبصوا الناس الزحام جاي ازاي، بس اسمها الزحام المنظم. بصوا حضراتكم اولا هو داخل فيه لو معاه حاجة ولا بتاع الباسكت موجودة اهي تذكرة في ايديه، شخص او راجل أو طبعا دول شكلهم بتوع راجبي ايا كان، المهم ان هو ملعب رياضة، الواقفين دول كلهم رجال امن، يدخل عبر البوابة الالكترونية تذكرته تتحط في الجهاز تتضرب التذكرة بعد كده شنطتها تتفتش بمنتهى الاحترام، يخضع او تخضع للتفتيش بالجهاز ولا في مشكلة خالص ولا في ازمة خالص على الاطلاق. وحش اهو جاي الراجل بيفتش عليه بالبتاع دي اللي بتشوفها في المطارات، اهي بتتفتش اهي كمان اهي هناك اهي بصوا حضراتكو، ما قالتش مش عارف ايه بتحرش بيا، لا 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 عادي جدا، ادخلي يا فندم اهلا وسهلا تذكرتك فينا اهي موجودة، في حاجة في ايديك تديها في الجهاز كده قبل ما تطلع او في البتاع البوكس اللي في ايد الراجل ده الصندوق الصغير ده تتفتش اهي، خلي بالكوا بقى ارجع سنة ارجع سنة،
هي معاها ازازه مقفوله، معاها ازازه مقفوله ممنوع الدخول بيها. تاني تاني ارجع 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 كمان شويه. بصوا بقى حضراتكم اهي ادي، كملي بقى حضرتك كمل بقى خلاص ارجع. معاها ازازه مقفوله ممنوع انها تدخل بيها. لا من فضلك، قلت اتفضل اتفضلي حضرتك خش استمتعي. ومعاها بنتها ما وقفتش قلت ادبها، ولا وقفت قالت لامك ولا ابوك ولا اللي جابوك، ابدا 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 خالص. اتفضلي حضرتك هفتشك. اتفضل يا فندم. شياكه واناقه ونظافه وادب. حط الجهاز كل حاجه. اتفضل هون معايا البوكس الصغير ده ولا الطبق ده ولا بيسموه ايه مش عارف. يا سلام على الادب. ده راجل ليه دور. دخلت من بابا الالكترونيه، كشفت عليها بعد البابا الالكترونيه شك انه في حاجه تانية، ارجع لو سمحتي في حاجه معدن معاكي، يكون مثلا في قلم، يكون في ولاعه اهو في اتفضلي. المشجعين هم داخلين برضو، بس دول بقى مش التراس، دول المحترمين بقى داخلين عادي ما عندهمش مشكله. ما عندناش الا الالتراس في مصر بس. راجل امن واقف هناك، راجل امن واقف هناك، راجل امن واقف هنا. بصوا حضراتكم شوفوا الدنيا ماشيه ازاي، وكل واحد لابس فانيله نجمه المحبوب المفضل كله. وخلي بالكم زحمه جدا فوق ما تخيلوا، يعني اذا ربنا سهل وعندنا الصوره بتاعه. بصوا بقى دي المراقبه بقى في البرازيل اهو، فيفا وورلد كاب برازيل 2014. ما في مكان مش متراقب، ما في مكان، ده الشارع متراقب، حوالين الاستاد متراقب، الباركنج متراقب، الاجواء متراقبه. الراجل قاعد، ده شغله ده دوره. انا كل يوم بقول لكم موضوع مهم جدا في الرياضه في مصر، ويا رب يكون في حد بيسمعني. شاشه كبيره ماتش الكوره اهو شغال، هو ملوش علاقه بماتش الكوره. دول داخلين من هنا ودول من هنا، والمدرجات هنا في كاس العالم اهو ماشي، والماتش شغال لوحده. مدرجات، مدرج اليمين، مدرج الشمال، حوالين الاستاد، مراقبه من فوق، مراقبه من تحت. فحضراتكم بتشوفوا اهو على البوابات عامله ازاي، وداخل الملعب الدنيا عامله ازاي، مفيش حاجه متروكه للصدفه. حضراتكم عايزين تعملوا منظومه رياضيه اعملوا ده، حضراتكم عايزين تامنوا الملاعب اعملوا ده، والا الجمهور ما يدخلش لما ده يتعمل. ادي بوابات الكترونيه، وفي بوابات اللي هي بالعدد، يعني انت بتخش تبقى زي الحلقات كده بتبقى بالعدد. الست او الراجل بيتفتش في امريكا مش فوق القانون يا سيد يا مشاغب، ولا يا عبدينيو، ولا يا كرشه، ولا يا ادريس. ما حدش فوق القانون. ما بيروحوش يقولوا الشرطه مش عارف ايه، ولا الداخليه بلطجيه، ولا اسقط العسكر، ما لهمش علاقه. ما بيحصل في ميزوري دلوقتي في امريكا بلاوي ما لهمش علاقه. يروح يتفرج على ماتشات الباسكت، ماتشات الرجبي، ماتشات الكوره، ماتشات الفولي، ما لهمش علاقه. لما اقحمتوا لنا السياسه في الرياضه. ده مثلا ده تياجي موتا لما اتضرب وجبنا لكم اللقطه. بصوا يا جماعه، المراقبه المراقبه. بصوا الراجل بتاع الرمايه اللي مات الصوره موجوده. الخناقه اللي موجوده انا ما بين اوض الملابس الصوره موجوده. الكنترول الكامل على كل مكان وكل خرم ابره في مباراه كاس العالم موجوده. انتوا حضراتكم سلمتوا نفسكوا، انا اسف، لشويه عيال واللي صاحب العيال ولا ايه؟ انتوا سلمتوا نفسكوا لشويه عيال. ده انا خدت شويه شتيمه ويعملوا لي بروفايل، شوبير عدو الالتراس، شوبير عدو مش عارف ايه، شوبير عدو الايه، وانا شوبير ممنوع، شوبير ما يطلعش، ومدرجات 60,000. يعني ماما جابوا سيرتها كتير قوي على الاستاذ ممدوح عباس، وانا صامد وشغال لوحدي. مالك ومال الاولاد دول؟ وقود الثوره الحقيقي يا عم. ثوره ايه؟ والمصحف مكانه في الثوره؟ والله مكانه في الثوره، والله العظيم ما لهم علاقه. واجيب لكم بيانات، واجيب لكم صفحات، واجيب لكم حاجات، ومحدش يقول لي لا انت عدوهم، انت ضدهم ليه؟ لحد ما جه حتى الاستاذ محمد عبد الله مجلس اداره الاهلي قال لي حوار. قلت له حوار ايه؟ ده ناس عايزين يقتلوا رئيس النادي. ثم قالوا، انا خلي بال حضراتكم تلاقيني ما بعقبش على موضوع محاوله اغتيال الاستاذ مرتضى منصور، ليه؟ دي تحقيقات في النيابه. لكن جابوا ناس واعترفوا، والولد قال لك اصل احنا كنا عايزين نأدبه.
طب تأدبه ازاي؟ كنا عايزين نقتله بس عشان نأدبه، ومش هتكلم لانه دي تحقيقات نيابة وانا بحترمها تماما. كان انا الوحيد اللي بتكلمش على التحقيقات والحاجات دي. ليه؟ لانه ده مجال ناس تتكلم فيه. انا بتكلم على ظاهرة انتوا السبب فيها. هجيب لكم مقالين النهاردة، مقال لأكرم عبد السلام ومقال لدندراوي الهواري في اليوم السابع، دولة الالتراس وبلطجية الالتراس. امبارح زميلنا مصطفى جولي بشكره على اللي قاله عليا لما كشفته وقلت كتر الف خيره، مقال في الوفد. وبدأت المقالات بعد ما كانت الصفحات تمجيد لدول، وده مش عارف ايه يستضيفه ده. جبت واد مرة كده، واد لمؤاخذة يعني، فقال لي انا اسمه هود باين ولا اسمه ايه مش عارف ايه، هود باين، واسمه محمد جمال. قالوا لي اسمه محمد جمال، قلت لهم برحب بالاستاذ محمد جمال. قال لي انا جيمي هود. هود ليه يا ابني انت مش محمد جمال؟ قال لا انا جيمي هود، اصل انا ملحد. هو ما ليش يعني ساعتها على الهوى، هو قال لك انا ما احبش اسم محمد ده. ليه يا ابني؟ محمد سيدنا؟ لا 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 ما احبش اسم محمد، ليش محمد وانت ومش انت وانا زكاه الحلقه وبتاع وامشي. اتفضل قوم امشي. قال لك هود يلقن شوبير درسا، والولد وعمل كتاب على الالتراس. كتاب على الالتراس. صديق اللي اتصل امبارح وقال انا بعتذر عن كتاب شمير رضا، انا بعته لي ده عشان اكتب له المقدمه، وده مؤلف محترم ناصر عبد الرحمن. بصيت قلت اكتب مقدمه ايه؟ مقدمه الظاهره انا بحاربها؟ لا طبعا، وما زال موجود عندي الورق لحد دلوقتي مع كل الاحترام وجهات نظر. ارجع اقول تاني انه عشان تعمل امن يبقى فيه التزام يا باشا. عشان تعمل امن لازم يكون معاك اعلام. هو ايه اللي نجح الناس في الشارع في الحرب على الارهاب؟ او ايه اللي نجح الداخلية؟ دلوقتي لما تطلع مظاهرة تلاقي الاهالي قبل الوزارة قبل الداخلية. سيبكم من الهكس اللي بيقولوا ده ولا دي، كل ده كلام فارغ ولا تحطه في دماغكم يعني. خلاص انتهى الحمد لله، مش بنسبة 100% لكنه ان شاء الله خلال ايام او شهور او سنة على اكتر مش هيبقى فيه. رغم الناس زعلانة قطع الكهرباء واماكن فيها بتقطع مية، لكنه الناس حاسة. يعني النهاردة كلمني بوضوح كابتن شوقي عبد الشافي، كابتن شوقي عبد الشافي ده راجل عميد قوات مسلحة، فانا كنت في الاذاعة شادد على موضوع الكهرباء. قال لي يا احمد انا كان معايا مليونير سوري، قال انتوا زعلانين الكهرباء بتقطع؟ عندكم بلد وعندكم مكان، وعندكم مكان بتركنوا فيه، وعندكم عربية، وعندكم بيت بتناموا فيه، وعندكم شارع بتخرجوا فيه، وعندكم جنينة بتتفسحوا فيها، وعندكم نادي بتروحوه، عندكم مطعم بتاكلوا فيه، وعندكم. قال له ما بقاش عندنا، ما بقاش عندنا بلد. قتلوا البلد، دمروا البلد، خلصوا البلد. يا سيدي يا ريت يبقى عندنا وتقطع النور 10 و15 ساعه في اليوم، بس احنا عارفين ان النور هيجي عندكم بعد كده، وان الميه هتتظبط عندكم بعد كده، وان ويلي ويلي. كان بينقدني انا شخصيا. فقلت له الموضوع زاد على حد، قال لي ما الناس بيقولوا النور، وانا كل ما اروح البيت مرات تقول لي ما اتفرجتش ليه؟ النور كان مقطوع، بيقطع مرتين ثلاث، وبطلع على السلم وبنزل على السلم. قال لي بس في بلد، في النهايه في بلد، ايا كان نختلف او نتفق. لكن عايز اقول الامن الرياضي تاني، اذا ما كانش كل مشجع قاعد مأمن نفسه بشكل محترم. مأمن نفسه يعني ايه؟ يمنع اللي جنبه انه يعمل شغب. الامن الرياضي مش معناه عسكري امن مركزي يفضل واقف لي عشان ما نطش من المدرجات. للاسف الشديد انا رهنكم لو في مناسبه في مصر بنفوز بكاس، بنفوز بدوري، بنفوز باي حاجه، النادي ولا منتخب، وتعرف تسلم كاس ولا 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 درع. مستحيل مستحيل تلاقي العيال الصغارين من هنا واللي مش عارف ايه من هنا واللي ايه من هنا واللي ايه من هنا. كلهم هم اللي هم. هات 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 درع الدوري الاخراني بتاع الاهلي ولا كاس الزمالك الاخير، ومش هتبقى عارف مين كابتن الاهلي من مين الراجل اللي واقف قدامهم عامل لهم كده، هو اللي بيستلم الدرع مش لعيبه النادي الاهلي ولا كاس الزمالك. مش هتلاقي حاجه خالص. الامن الرياضي عباره عن لوائح وقوانين وادوات تستعمل. اولى هذه الادوات واهم هذه الادوات هي الكاميرات. الكاميرا دي هي الغفير، هي المخبر، هي الراجل ابو بلطو بتاع زمان اللي كان بيقطع الجرنان كده ويبص منه. مين ده بطل ده؟ مين ده؟ قول لي بقى مين اللي استلم؟ مين ده بقى الباشا ده ابو فانيلا مخططه ده؟ ومين اللي جنبه ابو فانيلا ثانيه ده؟ ومين اللي جنبه ابو فانيلا ثالثه ده؟ قول لي والنبي كده الله يسترك. يعني المخرج ايه؟ بص دول بقى دول وليد سليمان باين
وده مثلا وائل جمعه قبل ما يبطل. وما هو ده امن الرياض. بص مين اللي شال الدرع ده؟ مش بص النبي والنبي مين اللي شال الدرع؟ الله يسترك. وده كابتن النادي الاهلي مش واخد بالي. بص الله يسترك. بص عماد متعب ما عرفش يشيل الدرع. مين دول بقى؟ مين دول؟ 1 2 3 4 5 ما لهمش. بص عماد يعني عايز يشيل الدرع. مين دول؟ مين بقى طلع؟ وخلي بالك ايه كان من غير جمهور. امال لو بجمهور يا باشا؟ ده كل ده كان من غير جمهور. وبعدين ايه نزل عماد قال لك انزل الملعب مش عارف احتفل هنا مع طلوع الناس دي والمراسم تسلم درع الدوري. نزل على الملعب ولا يعرف ولا يعرف ينزل. برضه مش هسيبك لو في اخر الدنيا هجيبك. هم كلهم مسالهم الاعلى اغنيه حسن الاسمر الله يرحمه. حاول يا عيني محمد نصر على قد ما يقدر انه يعمل كلوز. منين هيجيب؟ منين؟ فين؟ مين؟ ازاي؟ ايه الامارة؟ تقدر الامن ان كل واحد يعرف حدوده. لازم على الاستادات من دلوقتي انها تعمل لي بوابات الكترونية. دي مش غالية اوش. لازم كمان تعمل لي خطوط لانه هتلاقي خطوط لدخول الجماهير. خط اصفر خط وكل واحد معاه تذكرة. عملناها في مباراة مصر والسنغال كنت انا ماسك مدير التسويق كان معايا عمرو وهبي اللي متاخدني الذاكره. وجبنا ساعتها ايراد تجاوز المليون جنيه وكانت معجزه الناس ما بقتش مصدقه. عملنا الوان وطبعنا التذاكر في جهه سياديه حتى لا يتم تزويرها. وده كان اول اختبار ليا في موضوع اداره التسويق. اصل المشكله ان عندنا كابتن سمير زاهر كل حاجه هو اللي عملها. احنا نبقى عاملين كل حاجه او عاملين حاجات كتيره جدا لكن كله يقول لك سمير زاهر هو اللي عمل. ما علينا ده موضوع جانبي. وتبقى البوابات معروفه ويبقى لون التذكره باين ازرق معروف لونه ويجي ماشي كده. اللي مثلا اللي بيروح مستشفيات في مستشفى عين شمس التخصصي مشهوره بده قوي وده واخدها على مستشفيات في اوروبا بره كتير يعني راح برده مستشفيات بره ربنا يعني ما يحكم على حد. يمين ازرق شمال احمر مش عارف في النص الخط الايه. تبقى الدنيا ماشيه ويبقى الطابور واضح. انا بروح افريقيا في دول متاخره جدا وحواليه الملعب كله تراب لكن تلاقي الدخول واحنا داخلين محشورين في اتوبيس قد كده لكن ما حدش يخرج بره البواب بره الطابور وكل واحد في ايديه تذكره. ما عندهمش لا بوابه الكترونيه ولا 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 لكن هم الحقيقه واخدين من الاستعمار اذا كان فرنسا او الانجليزي حته الاحترام بكل اسف. يعني انا اسف ان انا بقول هذا الكلام. حضرتك هتعمل لي بوابه. حضرتك هتلوني التذكره. كاميرات المراقبه هتبقى موجوده في كل مكان. دي هترقم لي الكراسي. دي كانت طلبات النيابه. الطلب اللي كان من النيابه اللي انا شايف انه صعب شويه هو طلب تعليه الاسوار لان ده مخالف شويه للوائح الدوليه ومخالف خالص للوائح الدوليه وبالتالي ده يمكن الطلب الاصعب شويه. لكنه الامر مش كيمياء. الامر مش صعب لانه من امن العقاب اساء الادب. فالولاد دول عارفين اللي بينط جوه الملعب ده وما عملش حاجه لازم يتعاقب. اللي مش مخلي الاهلي او الزمالك يعرف يحتفل بالكاس او الدوري لازم يتعاقب. حوريك مراسم تسليم كاس العالم ان شاء الله بالصور. مراسم تسليم كاس اوروبا. مراسم تسليم كاس الهونولولو. اي حاجه هتلاقي في احترام في انضباط. لو عندي والله اي كاس في اي حته هتلاقي احترام انضباط. الناس عارفه اللي ليها واللي عليها. هنا انت عايز تاخد كل حاجه وما تديش اي حاجه والناس مش عايزه تاخد منك حاجه. الناس عايزاك تستمتع بالمشاهده. معايا دكتور اشرف صبحي مساعد وزير الرياضه والشباب والرئيس التنفيذي لهيئه استاد القاهره. مساء الخير يا دكتور اشرف. كبير اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. بتكلم على الامن الرياضي، بتكلم على الكاميرات، بتكلم على البوابات الالكترونيه، بتكلم على المراقبات، بتكلم على نظام يتم تفعيله خلال الفتره المقبله. وجبت مشاهد من استاد القاهره بعد تركيب الكاميرات في الطرقات، وجبت مشاهد من ملاعب عالميه، وجبت مشاهد من بطوله كاس العالم وكاميرات المراقبه عامله ازاي. وقلت انه باكد ان استاد القاهره اصبح فيه منظومه الكاميرات واستادات القوات المسلحه، اما باقي الاستاد فلا علم لي بها حتى الان. وبقول هل من الممكن ان احنا بالفعل نقدر نعمل حاجه الفتره المقبله عشان نفعل هذه المنظومه يبقى عندنا امن ملاعب امن رياضي بشكل جاد يا دكتور اشرف؟
هو طبعا مفهوم الامن الرياضي للملاعب مفهوم كبير شويه، بيشمل حاجتين، بيشمل جزء بشري اللي هي في الشركات اللي هتامن والمنظمين، وبيشمل جزء انشائي وده مرتبط برفع الاسوار او الاسوار اللي موجوده ما بين الجماهير والمدرجات، وبيشمل الكاميرات المراقبه، وبيشمل الابواب اللي هي كاشفه المفرقعات، البوابات كشفة المفرقعات والأجزاء المعدنية، وبيشمل أيضا اللي هي البوابات الدخول اللي بتساعد على الترقيم أو البوابات الإلكترونية زي ما بيقولوا، زائد جزء التنظيم الداخلي ده علشان نوصل للمنظومة كلها ككل، يعني المنظومة التأمينية. طبعا بعد اشتراطات النيابة العامة والأمن في الفترة السابقة بعد الأحداث اللي حدثت في بورسعيد مباشرة، يمكن كان في وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الرياضة في أنا في ذات الوقت أو المجلس القومي للرياضة بمعنى أصح في الفترة ديت، تقدم بمشروع تأمين الاستادات لمجلس الوزراء، وتم الموافقة عليه ب 14 استاد، 13 استاد اللي هي بيمثلوا المحافظات، واستاد القاهرة دخل في المنظومة اللي هي الاستاد ال 14، ورفضت ليهم ميزانية، الكلام ده من سنتين تقريبا، الميزانية كان 60 مليون جنيه، وتم تعاقد ومعظم استادات المحافظات، انا بتكلم ما دون الشرطه وما دون الجيش، دي الاستادات اللي هي تم بفعل عمل المنظومه، ويمكن المجلس القومي وبعد كده الوزاره تم تاكيد ودفع يعني جزء مقدم عشان نفسد التعاقد، والامور مشيت يعني. لو بتكلم على استاد القاهره، تم بالفعل رفع الاسوار، ورفع الاسوار رعينا فيها المناسيب والرفع، وما يبقاش فيه حراب في الاسوار علشان ده ممنوع دوليا. استاد القاهره موجود في النفق اللي هو اسفل الاسوار، وكمان تم ابتكار طريقه ان هو يمكن رفعها الاعلى في حال لو في اتحاد الدولي او ماتش قالوا دي اعلى من اللزوم او حاجه، يمكن رفعها ويمكن وضعها تاني. معظم السادات فعلا تم تركيب فيها، يعني حضرتك لو شفت لما يفتح استاد اسوان هو مكمل بكل حاجه بما فيها الكاميرات والبوابات، يعني المنطقه كلها كامله، فمعظم السادات اللي هي ما دون الشرطه والحربيه، وانا عارف ان هي تم فيها المنظومه او موجوده فيها المنظومه، سواء البوابات او لاخره، حتى لو البوابات في بعض الاستادات مش موجوده، فبيلزم النادي المنظم، بيلزم النادي المنظم ان هو يجيب بوابات، وفي الحاله دي بيتم التنسيق مع الامن فيه. يبقى الجزء الاخر الا وهو الجزء البشري. الجزء البشري ده المنظم، الامن الخاص، لانه شرط انه يكون موجود شركه امن خاصه، ولازم يفرق ما بين شركه الامن الخاصه والمنظمين. حضرتك كنت بتتكلم حاجه محترمه جدا من شويه، بتقول لو شفنا البطولات العالميه او كاس العالم هنلاقي الناس اللي لابسه فيستات فوري بلون مميز، هي كلها مدنيين تبع الشركات المنظمه، وبيكون موزعين بشكل او اخر في كل الاستادات، في الطرقات جنب السلالم، ما بين الفواصل ما بين الجماهير، وفي قانون ولوائح بتجمع الاثنين مع بعض، بتقول الجمهور لو عمل مخالفه يكون اللوائح بتعاقبه بايه، وفي نفس الوقت احقيه المنظم ان هو يعمل ايه وياخد بيانات الراجل اللي موجود ده، ولو حصل شغب ان هو ممكن يمنع عن الدخول. فبالتالي المنظومه بتكون من الناحيتين، من الناحيه الانشائيه ومن الناحيه التنظيميه. الناحيه التنظيميه الانديه عليها الدور التنظيمي، لو قلنا الملعب المباراه المسؤول عنه النادي، فبالتالي الاستاد هو ملك للنادي، المفروض يعني ملك للنادي او بيمثل النادي، لان هو لازم لاتحاد الكره النادي يقول ده الاستاد اللي هيلعب عليه في موافقه عليه، فبالتالي هو اللي مسؤول عن التنظيم بشكل او اخر، وبيراجع كل العوامل التامينيه، وعنده المنظمين وعنده الامن الخاص بيه، فبالتالي هو لو اجر حتى استاد مش بتاعه عشان هو ما عندوش الاستاد باسمه، هو ملزم بتحقيق هذا، والمفروض الجهه المشرفه على هذا الموضوع يكون الاتحاد، هو الجهه اللي بتنظم المنظومه، الاتحاد بقى او اللجنه او الاخر. وما بينهما لوائح تكون مدروسه كويس جدا في حال مخالفات الشغب ايه اللي هيكون موجود، وطبعا علاقه النادي ايه، لان هو النادي المنظم لازم تكون منصوصه عليها، علشان برضه الجماهير تبقى معروفه ان هي لو ضرت فهي بتضر بالنادي ماليا وبتضر بيه هو كجماهير. ده اطراف المنظومه كلها علشان يبقى برضه الامور واضحه. دكتور اشرف، موجود كلام حضرتك مهم،
بس انا برضو ما عرفتش ايه الاستادات اللي مؤمنه بال تنطبق عليها الشروط، الكاميرات، البوابات الالكترونيه. حضرتك قلت لي استادات المحافظات، بتعني ايه باستادات المحافظات؟ مثلا محافظه استاد المنيا، استاد الغرب، استاد طنطا، استاد بني سويف كده، ولا الاستادات اللي بتلعب عليها زي استاد اسكندريه، استاد غزل المحله، الاستادات اللي يعني فيها منافسات، استاد بورسعيد، استاد الاسماعيلي، هل كل ده بينطبق عليه الشروط يا فندم؟ دي تم تركيب البوابات الالكترونيه، وتم تركيب كاميرات المراقبه، وتم تعليق الاسوار؟ كل الاستادات اللي حضرتك، الاستاد الرسمي للمحافظه اللي هو بيدار ما بين المحافظه وما بين الوزاره، تم عمل مشروع ليها، ومعظمها اعتقد تم الانتهاء، معظمها تم الانتهاء من المشروع، الكاميرات فيها بالتركيب والتشغيل معظمها، وفي يمكن خطه ليها بنراجعها في الوزاره نشوف الانتهاء منها كامله ازاي. لكن ال 13 استاد اللي هي حضرتك بتتكلم فيهم، يعني استاد بورسعيد مؤمن بكاميرات، ويمكن تم استخدام الكاميرات في الفترة كانت قبل حسب بوقت قليل جدا وبتراجع، لكن ال 14 استاد بما فيهم استاد القاهرة تم رصد الفلوس، وتم يمكن اللي ما انتهاش فهو على انتهاء، اللي ما انتهاش على انتهاء من موضوع الكاميرات، لان هي الباكج واحد، كاميرات وبوابات كاشفة المفرقعات هي في تعاقد واحد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة. عندي مفاجأة، مفاجأة تعجبكم، اقولها لكم ولا تتفرجوا عليها؟ حصريا على ملعب سي بي سي 2 اعترافات المتهمين بمحاولة اغتيال السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اتفرجوا. محمد عبد العال احمد شهرية الكبك، محمد حسين زين شهرية الرمادي، احمد مرزا رامة شهرية الرمادي، محمد السلام حميد شهرية عريف، سمو السيد محمد شو احمد علي محمد شو عبد البيت، سمو محمد عبد الرحمن انا رايش لا العربيه اللي هي بتاعت الدنيا اللي كانت بس ما هي واحده بس هتطلع بس ابن فيها اكتر من سلاح. والله هو عبد اكتر من سلاح. والله انا انت عرفت منين اصلا؟ هم كانوا متفقين اللي هم قاعدين على القهوه دالي وياسر اللي هم هيروحوا يكسروا العربيه بتاعت مرتضى وهيروحوا. كان معاهم ايه؟ العربية شيرين ايه؟ كان معاهم برشتين والتورته اللي هي بتضرب في الجو دي واللي هو كان معاهم الفرد. معاهم ايه؟ فرد. كان مع مين؟ مع احمد سعد. فاتوا على ايه؟ قالوا اللي هم عايزين يروحوا يكسروا عربية مرتضى ومشي. وصلوا دالي وياسر وعرفة، واللي ضرب بالفرد كرامشي واحمد سعد. فرد يعني مسدس. فرد يا مسدس ولا انتوا مش عارفين ولا ايه؟ انا هشوف الاعترافات دي تاني، مهمه قوي، تجهزوها تاني وتزوعوها تاني، عشان ده بقى ايه؟ خط فاصل، نقطه فاصله. واللي قاعد ده في الاعترافات ست اللي هو محمود فاروق مدير المباحث بالمحافظه، محافظه الجيزه، مديريه امن الجيزه، شخصيات المحترمه قوي الحقيقه. وهرجع تاني بعلو صوتي، فين اللي حرقوا اتحاد الكورة؟ فين اللي حرقوا نادي ضباط الشرطة؟ وهل ضباط الشرطة هيفضلوا ساكتين على ناديهم اللي اتحرق وعلى الترويع للأسر المصريين وأسر الضباط والعاملين اللي كانوا موجودين هناك وعلى الخسائر اللي بالجملة؟ لأنه احنا قعدنا يجي 3 شهور أو 4 شهور لحد ما رجع المبنى ده تاني، وده مبنى مليان قاعات أفراح وقاعات بتخدم الناس ومطاعم و و و و وتم منع العمل فيه لفترة ليست بالقصيرة، واتحاد الكورة والناس اللي كانت هتموت جوه الاتحاد واللي نطت من الشباك واللي حط السيف على رقبة الموظف هناك قال له يلا عشان هنحرق، والصور اللي موجودة. ارجع تاني زي ما الشرطة تحركت بهمة كده ونشاط وجابت الولاد دول اللي عندهم لا اثار تعذيب ولا اثار ضرب ولا حاجة، الراجل قاعد بالبدلة وهم قاعدين بيعترفوا. نسمع تاني. محمد عبد العال احمد شهرية الكبك، محمد حسين زين شهرية الرمادي، احمد مرزا رامة شهرية الرمادي، محمد السلام حميد شهرية عريف، سمو السيد محمد شو احمد علي محمد شهرية البيت، سمو محمد عبد الرحمن انا رايح الشرطة. لا العربية اللي هي بتاعت الدنيا اللي كانت بس ما هي واحدة بس هتطلع بس ابن فيها اكتر من سلاح. والله هو عبد الرحمن اكتر من سلاح. والله انت عرفت منين اصلا؟ هم كانوا متفقين اللي هم قاعدين على القهوه دالي وياسر اللي هم هيروحوا يكسروا العربيه بتاعت مرتضى وهيروحوا.
كان معاهم ايه العربية شيرين ايه؟ كان معاهم برشتين واللي هي التورته اللي هي بتضرب في الجو دي واللي هو كان معاهم الفرد. معاهم ايه؟ فرد. كان مع مين؟ مع احمد سعد. فاتوا على ايه؟ قالوا اللي هم عايزين يكسروا عربية مرتضى. وصلوا دالي وياسر وعرفة واللي ضرب بالفرد كرانشي واحمد سعد. كرانشي واحمد سعد ضربوا بالفرد وشفتوا باقي الاسماء وعرفة كمان وبرشوتين وتورتة اللي بتضرب في الجو دي والفرد الفرد اللي هو المسدس وعربية دالي وياسر. مستشار مرتضى منصور مساء الخير. كابتن احمد ازيك؟ الو مساء الخير يا كابتن. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ تمام نحمد ربنا. اول مرة تشوف انت الاعترافات دي؟ اه طبعا، بس انا كان عندي معلومات من امبارح الحمد لله انه زي ما قلت احنا في مواجهة ضد عصابة اجرامية ارهابية وده دليل على بعض الالات الادب استفل اللي قالك دي تمثيلية عرفوا انها مش تمثيلية ودي محاولة قتل، لانه اول ما يقول الطبنجة يعني اللي معاه ديا فرد مفيش حد بيقدم حد بطبنجة وبعدين اللي بيقدم واحد ما بيضربش عليه 14 طلقة ورا بعض، فالفرد ده اللي هو المسدس اللي انضربت بيه. اولا لازم نشكر الشرطه وجودها، وانت قلت طبعا هاتوا بقى، انا اقول لك معلومه بعد كده بس أيوة. خلاص هاتوا اللي حرق اتحاد اتحاد الكوره، هاتوا اللي حرق باسمهم معروفه متصورين، هاتوا اللي اقتحم النادي الاهلي قبل كده مرتين، هاتوا اللي راح النادي الاولمبي، هاتوا اللي اقتحم نادي الزمالك، هاتوا اللي ضرب العمري فاروق. لكن انا عندي معلومه مؤكده ان تعليمات وزاره الداخليه اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد جميع كبوهات هذه العصابه الاجراميه على مستوى الجمهوريه، لانه تبين باليقين ان دول ما لهمش علاقه بالرياضه. يعني انا مش هقول لك هم مختلفين مع على ايه، يعني انا يعني احنا لسه بدايه الموسم وادي لسه واخد كاس دي عصابه اجراميه. لا وانت كمان بالتحديد يعني حتى كنت دايما بختلف معاك، انت تقول الجمهور داخل اقول لك لا مش هيدخل، الظروف الامنيه ما تسمحش، هنحارب عشان الجمهور يدخل اقول لك ما تحاولش دلوقتي مفيش جمهور هيدخل دلوقتي. يعني كان عندك قضيه من البدايه ادخل الجمهور في النظر قضيتي كان الجمهور او مين؟ نعم قضيتي الرئاسيه كان جمهور يروح يدخل صحيح، لكن هؤلاء البلطجيه الصيع المجرمين معدوم التربيه، خلاص دول معدوم التربيه، ده ولا ابوه رباه مش هيتفق، ده بيقول لك ده اتفاق، ده فيهم ولد لبناني خلي بالك، ده فيهم جنسيات متعدده. نعم احنا مش عايزين نكشف اسرار التحيات لانها طلع فيهم ناس جنسيات ثانيه واخد بالك، فالقصه ما عادش ليها علاقه بالرياضه، ومحدش يقول لي التراس مشجعين، التراس يعني بلطجيه، وايت نايس يعني بلطجيه. يعني النهارده اقول لك بمجرد الانديه ما انتخبتني رئيسا للنادي خش رئيس اللجنه الانديه خش على موقعهم شتيمه وبلطجه على كل الانديه، دي مجموعه من المجرمين، احنا دخلنا في معركه، مش انا شخصيا مش هرجع ومكمل. وبقول تاني، اي ناقد اي كاتب اي اعلامي من فضلك لو انت عندك ضمير لا تروج لهذه العصابه. احنا خلصنا النهارده البلاغ الاولاني للسيد المستشار النائب العام، الماده 86 باعتبار هذه العصابه الاجراميه عصابه ارهابيه، يطبق عليها الماده 86 و 87 اللي بتقول ايه بقى؟ الذي يقود الارهاب هو ايه؟ في الماده 86 مجموعه مسلحه ترهب وتروع الامنين. مفيش ترويع للامنين اكتر من اللي حصل في الاهلي والزمالك واتحاد الكوره ونادي الشرطه ومطار القاهره، احنا ناسينه. ايوه طبعا مطار طبعا. القاهره ده الناس لفت ورجعت بالظبط كده. نعم كارثه. تمام يتعاقب بقى اللي الذي يدير هذه العصابه بايه؟ بالاعدام او السجن المؤبد. من ينتمي ليها بالسجن المشدد ياخد 20 سنه. ده اللي بينتمي، يعني عيل يبقى عنده 16 سنه كده وفرحان بنفسه يقول لك اصل انا التراس انا مش عارف وايد زفت الطين، لا تعالى حبيبي على طول يتقبض عليه ويخش السجن. ده البلاغ الاولاني. الثاني هي قضيه في امام القضاء المستعجل بحظر انشطه هذه العصابه وحل هذه العصابه، مش عايز اقول رابطه ولا مش رابطه. طيب خلينا اقف مع حضرتك في دي، هو اصلا مفيش ربط، هو اصلا مفيش كيان قانوني، هتحل مين يا فندم؟ اللي ما هو كانش في كيان اسمه 6 ابريل خلي بالك. ومع ذلك المحكمه حكمت بحل ما يسمى ب 6 ابريل. لان انت دلوقتي بتشوف حد فيهم في برنامج تلفزيوني لا خلاص كل خلاص القصه انت خلاص السفونه اتشد عليهم واتشد على العيال دي كمان. ليه؟ المحكمه حكمت. واي اعلامي هيروج ل 6 ابريل يبقى شريك في جريمه. خلاص نفس القصه، هؤلاء البلطجيه المجرمين حتى ناس شوف صورهم عامله ازاي، شوف اشكالهم عامله ازاي،
وبعدين انا عملت له ايه؟ يعني انا عايز اعرف بس عشان نسعى في دول مجرمين، انا عملت ايه؟ انا اشتريت احسن لعيبة، انا بقالي شهرين ونص او ثلاثة خدت بطولة كاس مصر ودي بطولة كبيرة، جبت جبت حسام وابراهيم من احسن المدربين، انا عملت لك ايه؟ يقول لك اصل هو مش عايز يدخلنا المطوشة. مش انا اللي مش عايز ادخل، وانا بقى مش عايز ادخلك، اللي مش عايز ادخلك طب ما اتحاد الكورة موجود، الامن، طب الامن منعك ليه؟ لانك قليل ادب، لانك بلطجي، انت مش كنت بتخش. الله، هو الامن ده مش لسمح في ماتش الاهلي ونجم الساحلي على ما اعتقد، كانوا عايزين 5000 والسيد حسن حمدي وصل لهم ال 30000 وانت كسبان الاهلي والصفاقسي، الصفاقسي على ما اعتقد ماتش السوبر، السوبر ماتش السوبر السوبر انت مش في النهايه ولعت ولعت الدنيا. صحيح. هو الامن منعك، هو المنع الامن منعك بيمثل فيلم ولا المنع الامن منعك عشان مزاجه؟ المنع الامن منعك عشان تقليل ادب وبلطجي مجرم. طب اسال حضرتك عن الصفحات اللي موجوده وانت استشهدت بجزء كبير جدا منها في مؤتمرك الصحفي، هل قانونا يجوز اغلاق هذه الصفحات ولا لا يا سياده المستشار؟ هي برضه من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها. هم هو مشكلتهم انهم وقعوا في راجل قانون، وبفضل ربنا راجل قانون وعنده زهير شعبي، يعني انت كنت عنده مجلس شعبي بقى ناسي برضه، واخد بالك، اللي اتقدم بلاغ رسمي لوزاره الداخليه وزاره الاتصالات والمعلومات، ودخلوا عرفوا مين الولاد دول؟ عرفوهم طبعا، عرفوهم خلاص كلهم تمام. ولل... و... و... يعني المسؤولين عن هذه الصفحات يعني اصبحوا معلومين لدى الاجهزه الان. ايوه، اديهم اماره. ايوه، اللي بيدير الصفحه دي ولد مسيحي. دي اماره. خلاص. الوزاره بس اللي... عشان الناس ما تفهمش، بس مسيحي. لا 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 انا بديهم اماره، لا مش هتصرف بس يعني. نعم. لا لا هو هو سيد مشايب ولا احمد بط ولا شبرا ده هو مسلم، قصه مش مسلم ومسيحي. بس انا ايه حبيت اديهم اماره ان الناس عرفت خلاص تمام، ولاد اسمه احمد صلاح والسافرات دي. اللي انا عرفته ان تعليمات ثلاث، ان الاجراءات القانونيه خلاص الماده 86 بتطبق على جميع قيادات هذه العصابه الاجراميه في كل المحافظات، خلاص قصه انتهت، ما فيش حاجه اسمها عندي. وانت طبعا عرفت ان في شبين الكوم امبارح واول امبارح سيد المحامي العام الاول استئناف طنطا، انك عرفت طبعا. الولاد اللي طلعوا بقى اللي بيكتبوا بيوسخوا الحيطان بالشتيمه للجيش والسيسي، هم نفس المجموعه الالتراس اللي برضو قعدوا يشتموني على الحيطان في المنوفيه. سيد المحامي العام الاول حبس 8 اول امبارح عشان يتأدبوا. ده قانون، دولة قانون. احنا مش هنهزر خلاص، واي اعلامي هيقول لك الرأي والرأي الاخر انت خاين لبلدك وخاين لمهنتك، لان احنا هتقول لي جمهور فوق دماغي، بس هو الجمهور اللي احنا شفناه دلوقتي عندك جمهور المؤدب اللي داخل يتفرج مش اللي داخل يخرب، ده الجمهور. وبعدين انا يمكن امبارح كنت مع وائل ابراش وجبت احصائية، الظاهرة دي طلعت سنة 2007 بالظبط، من يوم ما خدتش ولا بطولة يا استاذ. خلاص كل سنه طيب. ولا بطوله، اللي بيقول لك بنهز الارض هز. لا ده انت بتولع في ناديه. اولا الثلاث كؤوس اللي انا خدتهم اللي هو ام بي ايام الاخ ممدوح عباس، والكاس الثاني ايام في وادي دجله ايام الدكتور كمال، والاخيره ايام قدام سموحه الزمالك، خلاص ما كانش في التراس، كانوا ممنوعين من الدخول. نعم ممنوعين. وبعدين اخر دوري انا خدته 2004 الله يخرب بيتك، اخر بطولة افريقية 2002-2003، ده انت خربت بيتي. وبعدين انت بتخش الماتش تقتحم مباراة من غير جمهور يتخصم مني 3 نقط. تروح راحوا سافروا في افريقيا ولعوا هناك جاي لي غرامة 1,200,000. ترامادول كان موجود في المباراة الافريقية طبعا، في قصة معروفة في سان جورج الاثيوبي لما طلبوا 40,000 دولار واما هيعملوا مشكلة، وعليك ان تسأل السفير الاثيوبي سفير المصري في السفر في هذا التوقيت. ناخد عندك بقى ماتش مع الافريقي التونسي. المهزلة اللي حصلت لما نزلوا الملعب، تعرفش مين بيضرب مين ومين عايز يبوس مين، ترامادول شغال. واخد بالك، ما دي كانت الخطه من البدايه عشان يعني انهيار شعبيه المجلس العسكري لانه كان بيحكم البلد في هذا التوقيت. وبعدها جت قصه بقى استاذ بورسعيد لو تفتكر. لا زمن حاجه بعيد. طب انا عايز اعرف، هو حزب الوفد ده بيلعب كوره؟ ما هو سيد مشاغب وبيجي هم اللي حرقوا حزب الوفد. مظبوط. هو الواد اللي وقف على في رابعه العدويه وقال الحريه لسيد مشاغب، سيد مشاغب ده ياخد اعدام يا ابني، مش هزار، لانه شروع قتل كذا مره وارهابي. تمام، فهذه الظاهره الاجراميه ولا حوار معها، خلاص انتهى الحوار، لانك تعمل حوار مع حد محترم. وبقول تاني واكرر لكل اب وام، ابنك لو منضم بحسن نيه بسلامه نيه لهذه العصابه المسلحه العقوبه السجن المشدد. طيب ده مش كلامي، ده القانون، ده كلام مهم. هل هيتم ملاحقه من قاموا بحرق اتحاد الكوره ونادي ضباط الشرطه؟
انا عرفت من السيد وزير الداخليه ادى تعليمات جميع اوامر الضبط والاحضار تنفذ. الولاد اللي للاسف انا بكلمك بصراحه اللي راحوا مطار القاهره وكانوا عايزين ينهوا على الطيران المصري ومطار القاهره ولو انضرب صاروخ ولا بتاع طلب دي وجت في طياره محدش هيجيلك. دول خونه, دول عملاء. تمام والله العظيم في سياح لفوا ورجعوا تاني, كانت لسه يا دوب السياحه بتنقنق في مصر ساعتها يعني. للاسف بقى شوف مين اللي في طهران راح يتنازل عن البلاغ, لكن النائب العام قدمهم للمحاكمه واخد بالك. فانا بقول دلوقتي انت عندك نيابه فيها نائب عام محترم راجل جامد ما بيخافش مش مهزوز ما فيش على راسه بطحه خلي بالك. اتنين وزير الداخليه مدي تعليمات خلاص تاكد ان دي عصابه اجراميه ارهابيه اخطر من جماعه الاخوان المسلمين اخطر على الاقل بتاع الواد بتاع الجماعه زيهم وبيعمل لك اربع صوابع لكن ده بيطلع لك المدفع واخد بالك. نمر الثلاثه اللي حرق اتحاد الكوره ونادي الشرطه واقتحم نادي الزمالك اول مره اللي شرعوا في قتل العمري فاروق وعارفين بالاسم يا اخي ده احمد مطوه ده اللي بيسمينه احمد شبرا اللي شبرا متبريه منه كلم العمري فاروق وبعت رساله قال له هقتلك في اكتر من كده حصل في اكتر من كده حصل. اللي بقى نفس الرساله بس هو مش واخد باله ان انا مرود الفرج واخد بالك. طب ما تنزل بيتك في رود الفرج وشبرا يا اخ احمد كده وتشوف الناس هتعمل معاك ايه. لكن اللي بيقول لك بقى بص النقال دي بقى عشان الناس تعرف ان هي جبانات واولاد الناس اللي اتخدعوا ودخلوا معاهم يلا اتجمعوا اتجمعوا عشان يعرفوا انهم جبانات. الوقفه اللي لغوها ليه؟ كانوا عارفين يا الموت يا السجن مفيش هزار. دي منظمه ارهابيه جايه وداعيه للحشد يا الموت يا السجن. اثنين انت مش ذكر يا سيد يا ابو شاجب انت وبوجي ها انت مش ذكر يا احمد يا اسمك ايه جودزيلا. طب ما تقعدوا ما تناموا في بيوتكم انتوا ليه هربتوا كلكم البيوت لبستوا طرحه ونقاب انتوا مش رجاله؟ هو في راجل بيلبس فستان واحده ست ويهرب واخد بالك؟ فللاسف الشديد كانوا مورطين عيال ولا بقول لكل اب وام اهو انا بقول لك القانون عشان انتوا عارف لان في ابهات وامهات جم يعيطوا كل اب وام القانون واضح خلاص هذه جماعه ارهابيه مسلحه اللي بيدير اللي هم الكابوهات دولت اعدام اللي بينضم بيقول لك اصل انا التلس اصل انا وايد زفت الطين دولت سجن مشدد عشان تبقى عارف يعني ابنك مستقبله بيضيع او يخش في مظاهره يضرب يخش نادي الزمالك يضرب طلقه ينضرب طلقه او يروح مثلا اتحاد الكوره يضرب طلقه ينضرب طلقه بقى كل الناس ذات مسلحه. فبقول لكل اب وام حافظ على ابنك حافظ على بلدك الوطن يعني ايه وحب الوطن يعني ايه ان انا رب ابني ان انا ربي بنتي ان انا اسيب البلطجيه اللي انت شايفهم دول بالاشكال دي واخد بالك. وكانوا كام واحد؟ 23 واحد 23 مراقبيني من الساعه 6 ده اعترافات بقى اللي موجوده في النيابه وبعدين ثلاث عربيات وثلاث موتوسيكلات خلاص ومسكوا السلاح هي سبعه الي وده غير الخرطوش ده كلام يا جماعه. طب هتبقى بلد لكن انا بقول البلد فاءت بالغيبوبه ودي دي نهايه النهايه لهذا التنظيم الارهابي اللي متساب بقاله 8 سنين. اي لاعب كوره كان يجي يشتكي لي يا استاذ مرتضى ما بدفعش بتشتم المدرجات المدرب اللي ما بيدفعش بيشتم. طب ده ينفع الكلام ده؟ طب فين ده؟ طب وبعدين هو يقول لك ايه؟ شيل المدرب ده انا رجعت طارق السعيد. مش انت قلت بقى طارق سعيد على جثتنا؟ طارق سعيد في الملعب دلوقتي لان ده اختيار ابراهيم حسن وحسام حسن وانا بحترم اختيار الجهاز الفني عشان يبقى مسؤول قدامي ومحدش هيفرض كلمه من النهارده على مجلس اداره نادي الزمالك الا جمعيته العموميه انما البلطجيه اللي رابين دول مكانهم ملمان خلاص. وعلى فكره دول بيعترفوا على بعض يعني هو اول واحد جاب اربعه والاربعه جاب 11 وهيجيبوا بعض كلهم ان شاء الله. هل فعلا زي ما قالوا على صفحتهم انه الشرطه لجأت لتعذيب الاهالي واحتجازهم عشان الاولاد دول يجوا ولا ده كلام كله لا اساس له من الصح؟ يا ريت هو يعني انا معلش لا بص اقول لك حاجه العيال دي كدابه العيال دي كدابه. وهل مرتضى منصور اللي هيتحايل على احمد بحر البلطجي والواد اللي اسمه محمد البلطجي قال انا بتوسل على ده هم اللي محبوسين يا ريت دول عايشين في الوهم لا الشرطه ضربت حد واديك شايف السيد مدير المباحث قاعد لابس بدلته اللي خد بالك لا بالظبط وباعترافات ما هو شكلهم هم كلهم ولا حد طبعا اللي بيعبوا دقن واللي بيعبوا دقن بقى خلي بالك الدون دي ايه بقى ما يشغل دماغك طبعا مين دول؟ مين دول يا ابن محمد مرسي؟ اتفضل كلهم اهو القصه ما لهاش علاقه بالرياضه القصه ليها علاقه بتنظيم ارهابي اتفضل يا استاذ واخد بالك. فلا حد اتعذب ولا حد خد الم وكلهم بيحكوا بالتفصيل الجميل وحكوا الكلام ده في النيابه والغرض كان قتل مرتضى منصور
تمام. طيب. انا بقول دي رساله لكل رئيس نادي في الاجتماع النهارده. انتوا اتفقتوا النهارده كلكم كلنا متصدين. كلنا بما فيكم النادي الاهلي يا فندم، كل الانديه متصديه. النادي الاهلي ده نادي الوطنيه. نعم. كل الانديه متصديه. كل الانديه. محمود طاهر كان اولنا خلاص، لان هذه الظاهره الاجراميه ما هو احتلوا قبل كده. انت ناسي انهم دخلوا النادي الاهلي مرتين ده قبل كده. ده انا اللي بزيع بقى وولعوا فيه. طب خلاص. ده انا اللي بزيع. كل الانديه عانت. اتحاد اسكندري عانت. كل الانديه عانت. فقرار جماعي، كلنا هنتصدى لهذه الظاهره الاجراميه، وكلنا مرتبطين ببعض في القضيه المرفوعه امام المحكمه الى ان تنتهي هذه. طب هيجي لك بعد شويه الاهالي وهيبكوا لك وهيعيطوا لك وهيقول لك الناس، وانت في النهايه بتتنازل. طيب الكلام ده يحصل في حاله واحده. لما تيجي تشتمني، واخد بالك، وانا اعمل لك قضيه سب وقصف. انما لو انت عايز تقتلني تبقى تنزل في ايه؟ سيبك مننا. هيقول لك احنا مالناش دعوه، ده دول عيال. سيبك مننا. طب سيبك مننا. طب لما اكون مسؤول عن 55,000 اسره، يعني حوالي 300,000 واحد في نادي الزمالك، ويخشوا يضربوا قنابل من مكانين ويضربوا رصاص حي، ده مش انا اللي قلت، ده النيابه الشرطه لما جت ينفع الكلام ده بعد كده؟ بعد ما بقى فيه رصاص ودم، بعد ما فيه اتنين متعورين، شفت صالح رجب وشكري، بعد ما فيه بقى دم، ما اعتقدش الحل الا السجن ان شاء الله. استاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا. ودي اعترافات هعيدها لكم تاني قبل ما اطلع للفاصل، لانه اول مره بتذاع، يعني ما بدعيش انه انفراد او، لكنه اول مره بتذاع، وبالتالي بتؤكد ان ما حدث كان مدبرا وكان متعمدا وكان بقصد قتل رئيس نادي الزمالك. وبالتالي انا كنت بنتقد الامن يعني مرارا وتكرارا، فين التحرك؟ تحرك وقبض عليهم. على فكره اللبناني اللي موجود معاهم اسمه محمد حسين نعمة، شهرته رونالدو، وهو لبناني. السيارة كيا مستخدمة في الحادث، الفرد الخرطوش، وارتكبوا الحادث تحريض من احد قادة الرابطة، يدعى سيد فهيم، وشهرته سيد مشاغب، وان اثنين اخرين هم ايمن بالي واحمد ايهاب رصد تحركات رئيس النادي قبل ارتكاب الحادث وحدد موعد التنفيذ، وقالوا وبعدين راح عند جامعة القاهرة بيرسموا جرافيتي، ما قدرش يرسموا جنب نادي الزمالك ولا في المنطقة المحيطة، راحوا في الحتة دي، لكن تم القبض عليهم لانه لازم البلد تنضف. نعيد الاعترافات مرة أخرى ونذهب إلى فاصل، ونعود إليكم من جديد أعزائي المشاهدين. محمد عبد العال أحمد، شهرتي كباكو. محمد حسين زين، شهرتي كباكو. أحمد مرز أبراهيم، شهرتي كباكو. محمد السلام حميد، شهرتي عريف. سمو السير محمد، شو أحمد علي محمد، شهرتي بيتس. سمو محمد عبد العال أحمد، شهرتي كباكو. لا، العربية هي بتاع الدنيا اللي كانت بس. ما هي الواحدة بس كانت تطلع؟ بس. اللي فيها اكتر من سلاح. والله هو الاوعى والله انا. انت عرفت منين اصلا؟ هم كانوا متفقين ان هم قاعدين على القهوه، دالي وياسر، ان هم هيروحوا يكسروا العربيه بتاعت مرتضى وهيروحوا. كان معاهم ايه؟ العربيه 20 ايه؟ كان معاهم برشتين واللي هي التورته اللي هي بتضرب في الجو دي. واللي هو كان معاهم الفرد. معاهم ايه؟ فرد. مع مين؟ مع احمد سعد. فاتوا على ايه؟ قالوا اللي هم عايزين يقولوا القصة عربية مرتضى. وصلوا دالي وياسر وعرفة، واللي ضرب بالفرد كرامشي وأحمد سعد.